بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. أعزائي الدارسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن موضوع التفريق القضائي، يعني بداية القانون حقوق العائلة، تناول في الفصل الثالث التفريق بحكم القاضي من المادة 84 إلى المادة 102. طبعا التفريق القضائي يختلف عن الطلاق، فإن الطلاق يقع من الزوج، أما التفريق القضائي يقع من بحكم القاضي، ويقع رغم إرادة الزوج، وبالتالي القاضي ملزم بالتطليق إذا وجد أسباب شرعية لذلك، ويتم التفريق بناء على طلب الزوجة من خلال دعوى ترفعها أمام المحاكم الشرعية، وقد يكون بناء على طلب الزوج في دعوى التفريق للشقاق والنزاع حسب التعميم رقم 8/2016. يعني هذه المادة تتيح، أو هذا التعميم يتيح كما سنرى لاحقا، يتيح للزوج أنه يرفع دعوى شقاق ونزاع على زوجته في حال انه تضرر من البقاء معها. وكذلك عندنا التفريق يقع به طلقة بائنة بينونة صغرى، إلا التفريق لعدم الإنفاق فيكون بطلقة رجعية إذا كان بعد الدخول، أما قبل الدخول فتكون طلقة بائنة بينونة صغرى. الحالات التي يعني ما هي الحالات التي يجوز أو تستطيع فيها الزوجة أن تطلب التفريق من القاضي؟ هي 1، طلب التطليق لعدم الإنفاق لغياب الزوج أو بسبب الجنون أو بسبب طلب التفريق لحبس الزوج، له شروط معينة هناخدها لاحقا. في عنا برضو التفريق للشقاق والنزاع، تعتبر هذه الدعوة من أهم الدعاوي التي ترفع أمام المحاكم الشرعية في قطاع غزة. عندنا التفريق بسبب العيب الجنسي، بداية أول الحالة الأولى هي التفريق لعدم الإنفاق. جاء قانون الأحوال الشخصية موافقا لما ذهب إليه الجمهور عدا الحنفية من أن للزوجة الحق في طلب التطليق لعدم الإنفاق الزوج عليه، لأنها متضررة من عدم الإنفاق، وهذا ما نصت عليه مادة 92. إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على الزوجة فإن كان لها مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر وكان موسر أو أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال. الطلاق لعدم الإنفاق له إجراءات معينة. هذه الدعوة طبعا بتكون الزوجة ماخذة حكم على زوجها بداية بالنفقة، بتروح تنفذ عليه أمام دوائر التنفيذ. إذا امتنع عن الدفع وفضل ينحبس في هذه الحالة، الزوجة تذهب إلى القاضي وتطلب التطليق لعدم الإنفاق، إلا أن هذه الدعوة تعتبر من الدعاوي الهشة أو الضعيفة، لأن الغرض منها الإنفاق مش التطليق، بالتالي إذا الزوج أنفق عليها تسقط هذه الدعوة. نوع الفرقة الواقعة بالتطليق لعدم الإنفاق، قلنا قبل الدخول بتكون بائنة، بعد الدخول بتكون طلقة رجعية. عندنا تعميمات صادرة عن القضاء أو مجلس القضاء الشرعي فيما يتعلق بدعوى التفريق لعدم الإنفاق. على سبيل المثال عندنا ده بخصوص تعميم 16/8، بخصوص دعوى التطليق لعدم الإنفاق، ترفع دعوى التطليق لعدم الإنفاق بعد 6 أشهر من إخطار المدعي عليه بدفع النفقة وتعذره عن الدفع. بالتالي أول شرط عشان نرفع دعوى التطليق لعدم الإنفاق هو إنه إيش؟ ترفع بعد 6 أشهر من إخطار المدعي عليه اللي هو الزوج بدفع النفقة وتعذر تحصيلها منه حسب مشروحات دائرة التنفيذ. يعني أخذت حكم من المحكمة الشرعية، راحت نفذته، تم اختاره إنه عليك حكم نفقة
وفضل 6 أشهر ما بدفعش. في هذه الحالة تأخذ الزوجة مشروحات، هي ورقة بيكون مكتوب فيها إنه حاصلة على حكم، منذ ذلك الحكم أصدرت إليه أمر حبس ولم يلتزم بالدفع. ففي هذه الحالة القاضي تذهب إلى القاضي وتطلب التطليق لعدم الإنفاق، ولكن حسب التعميم 30/9 بخصوص دفع جزء من متراكم النفقة في دعاوى التطليق لعدم الإنفاق، إذا قام المدعي عليه اللي هو الزوج بدفع 3 أشهر مما تراكم عليه من نفقة الزوج زوجته في دعوى التطليق لعدم الإنفاق وأبدى استعداده للإنفاق عليها، فإن هذا سبب كافي لرد الدعوة. وبالتالي كثير من الأزواج من شاهد في المحاكم الشرعية بيخلي الدعوة ماشية بعد ما تقرب بدها تخلص، بروح يدفع نفقة 3 شهور وبالتالي تسقط هذه الدعوة. وبالتالي هذه الدعوة مش من بكونش المقصود منها الطلاق بوجه عام، ولكن المقصود منها الضغط على الزوج عشان ينفق على زوجته. إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم النفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته ولم يحضر للإنفاق طلق عليه القاضي بعد الأجل. أو مما تجدر الإشارة إليه أنه يجوز للزوج مراجعة زوجته أثناء العدة إذا أثبتت دفعه للنفقة المتراكمة عليه مهما كان قدرها، وعليه تسجل حجة رجعة في المحكمة الشرعية. إن الحالة اللي بعد كده هي طلب التفريق بسبب غياب الزوج حسب ما نصت عليه المادة 94 من قانون حقوق العائلة، بأنه إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب من القاضي تطليقها بطلقة بائنة إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. والعلة في هذا التطليق هو الخوف على المرأة من الفتنة وليس عدم النفقة كما هي العلة في الحالة السابقة. طبعا نفرق بين حالتين في الطلاق الغائب. في حال أمكن وصول الرسائل إليه طبعا بيتم إعذاره إذا ما جاش بيطلق القاضي، وفي حال لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب أو كان مجهول محل إقامة فالقاضي تطليق الزوجة بناء على طلبها دون أن يرسل إلى الزوج تحذير أو يعطيه مهلة. الحالة الثالثة هي التفريق لجنون الزوج. إذا جن الزوج بعد عقد النكاح وراجعت الزوجة القاضي طالبة تفريقها، يؤجل القاضي التفريق لمدة سنة، فإن لم تزل هذه الحالة موجودة وكانت الزوجة مصرة يحكم القاضي بالتفريق. في الحالة الرابعة اللي هي طلب التفريق للحبس، يبقى احنا هيك اتكلمنا عن تفريق لعدم الانفاق، اتكلمنا عن تفريق للعيب، وتكلمنا عن التفريق لعدم الانفاق، وتكلمنا عن التفريق للغياب، وتكلمنا عن التفريق للجنون، والآن نتكلم عن التفريق لحبس الزوج. لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة 3 سنوات أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق بطلقة بائنة للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، وللقاضي تطليقها عليه طلقة بائنة. في تعميمات صدرت في هذا الشأن بخصوص حق الزوجة المحبوس في طلب التطليق، بيقول هنا فيجب على المحكمة أن تقبل دعوى أي زوجة تطلب التطليق من زوجها المحبوس والذي أمضى 3 سنوات في السجن ولو بدون صدور حكم نهائي بحقه، وهذا لا يتعارض مع زوجة المحكوم عليه بحكم نهائي مدة 3 سنوات وأمضى في الحبس سنة واحدة.
عندنا الحالة الخامسة اللي هي طلب التفريق للشقاق والنزاع. تعتبر هذه الدعوة زي ما تكلمت في بداية المحاضرة من أهم الدعاوى التي ترفع أمام محاكم شرعية، يعني بترتب عليها هو انفصال أو التفريق بين الزوجين في نهاية المطاف. ولكن ممكن للنساء يعني تعتبر هذه الدعوة كبديل الخلع في عندنا في قطاع غزة، يعني المرأة ممكن ما يكونش في بينها وبين زوجها مشاكل، تروح ترفع إلى قضاء الدعوة التفريق للنزاع والشقاق، تدعي فيها أي أسباب، يتم ردها، بعد هيك ترفع دعوة ثانية بعد 6 أشهر بيحصل فيها تحكيم. ولكن هي الدعوة الشقاق والنزاع بحسب الأصل حسب ما نصت عليها المادة 97 من قانون حقوق العائلة. طبعا قانون حقوق العائلة فيما يتعلق بدعاوى التفريق في دعاوى التفريق اللي قلناها مأخوذة من الفقه المالكي، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما. فإذا رفض القاضي الطلب أي طلب التفريق، فإذا رفض القاضي الطلب ثم تكررت الشكوى أو لم يثبت الضرر، بعث القاضي محكمين، يعني يشترط في المحكمين أن يكون رجلين عدلين من فاعش النساء من أهل الزوجين أو من أهل الزوجين إن أمكن. طبعا هو ما جرى عليه العمل أمام في وقتنا الحاضر إنه المجلس القضاء الأعلى عنده محكمين شرعيين أخذوا دورات مؤهلين، هم من يقوموا بالتحكيم في دعاوى الشقاق والنزاع. ولكن إذا كان من محكمين من كلا عائلة الزوج والزوجة معتمدين من قبل مجلس القضاء الأعلى، بالتالي هم بيكونوا أولى من غيرهم في التحكيم بين الزوجين. وبالتالي الآن عندنا، كان سابقا أي اثنين أي شيوخ يحكموا أو أي حد يحكم، ولكن نتيجة إنه بيتم الطعن في أحكام المحكمين لعدم درايتهم أو لعدم اتخاذهم الإجراءات المنصوص عليها في القانون، بيتم فسخ هذه الأحكام، وبالتالي بروح تعب المحكمين ووقت المحكمة على الفاضي. فبناء على ذلك رأى انه مجلس القضاء الأعلى انه الشرعي برئاسة الآن القائم عليه هو الدكتور الشيخ حسان الجوجو، رأى انه يتم تأهيل محكمين يأخذوا دورات، وبعد ما يأخذوا دورات بيكون باستطاعتهم ان يقوموا بالتحكيم بين الأزواج المختلفين. طبعا على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق والنزاع بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح. طبعا في حال، الله أكبر، في حال عجز الحكمان عن الإصلاح وكانت النساء من الزوج أو منهما أو كانت النساء من الزوجة، قرار يعني يقرر مخالعتهما على كل المهر أو على قسم منه. طبعا إذا اختلف الحكمان أمرهما القاضي بمعاودة البحث، فإذا استمر الخلاف حكم غيرهم. يعني تصور أن المحكمان يختلفوا فيما بينهم، واحد يقول إنه الإساءة من الزوج وواحد يقول الإساءة من الزوجة، فالقاضي بدعوهم إلى البحث مرة أخرى في حال أصروا على الاختلاف ما توفقوش على إعداد تقرير. في هذه الحالة يحكم القاضي غيرهم، وعلى الحكمين أن يرفع إلى القاضي ما يقررانه، وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه على القاضي أن يحكم بمقتضاه. طبعا الموافق الأصول، يعني القاضي بيحكم بمقتضى التحكيم أو قرار أو بناء على التقرير الذي أعده المحكمان إذا وافق الأصول الشرعية أو القانونية.
في عنا تعميم قضائي الصادر على مجلس القضاء الأعلى. التعميمات القضائية المقصود فيها هي أنه المجلس القضائي تحدث أمور أو يريد ينبه عن أمور، بدل ما يقوم بتعديل القانون بيصدر تعميمات بتكون تكون لها صفة الالتزام، بالتالي يتم تطبيقها أمام المجلس أو أمام القضاة الشرعيين. من هذه التعميمات بخصوص دفع بدل الخلع من الزوجة في دعاوى التفريق للنزاع والشقاق، إذا قرر الحكمان في دعوى التفريق للنزاع والشقاق عوضا على الزوجة المدعية لزوجها، فعليهما أن يؤمنا دفع العوض قبل إصدار قرارهما، وإن تعذر تأمين العوض قبل إصدار الحكمين لقرارهما فيجب على الزوجة تأمينه ودفعه قبل إصدار الحكم، فإذا امتنعت ترد دعواها. معنى الكلام هذا إذا الحكمان قالوا إن إنك يا زوجة أنت الحق عليك، وبالتالي أنت بدك تدفع زوجك مش زوجك إنه يدفع لك، وبالتالي في هذه الحالة تلتزم الزوجة إنها تدفع المبلغ الذي حك الذي أقراه أو الذي حكم المحكمين فيه. بناء على ذلك هذه الزوجة إذا لم تقم بدفع هذا المبلغ قبل إصدار الحكم من القاضي، القاضي يمتنع عن إصدار الحكم وترد دعواها. يبقى القاضي عشان يعمل تقرير المحكمين لازم في حال تقرر إنها تدفع مبلغ لزوجها ولم تدفعه، القاضي يصدر قرار برد الدعوة لأنها لم تلتزم قرار المحكمين، وبالتالي بتخسر دعوتها. ترد الدعوة بمعناها خسرت الدعوة. تعميم رقم 33 على 9 2009 بخصوص المادة 97، أعطت المادة المذكورة أعلى الحق للمرأة في طلب التفريق إذا أضر الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها. والمقصود بالضرر هنا عند السادة الملكية من مذهبهم والذي من مذهبهم هذا القانون كل إيذاء هو كل إيذاء بالقول أو الفعل، حيث تعد معاملة الرجل في العرف معاملة شاذة تشكو فيه المرأة أو لا تطيق الصبر عليه. يعني مش شرط ضرب، ممكن كل إيذاء بالقول أو الفعل، حيث تعد معاملة الرجل في العرف معاملة شاذة تشكو فيه المرأة أو لا تطيق الصبر معه عليه. فالضرر هنا هو سوء العشرة، الضرر هنا هو سوء العشرة، وهو سلوك يأتيه الزوج مع زوجته مخالف للشرع، كان يهجرها بلا سبب أو يضربها ضربا مبرحا أو يسب أبوها أو يأتيها من غير مواضع الحرس وغير ذلك من الضرر. فإذا أثبت الضرر وعجز القاضي على الإصلاح بين الزوجين يطلقها القاضي طلقة بائنة من صغرى. فإذا رفض الطلب، بمعنى إذا رفض القاضي طلب الدعوة ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، والمقصود هنا بتكرار الشكوى كما يبين ذلك شرح القانون، استمرار الخلاف بين الزوجين وإصرار الزوج على اضراب زوجته حتى ولو لم تلتقي الزوجة بزوجها بعد رفع الدعوى الأولى. وعلى أثر ذلك يقوم القاضي بالتحكيم حسب النصوص اللي ذكرناها. أما إذا ردت الدعوى وتكررت مرة ثانية بدون أسباب وقاع جديدة فإنها لا ترفع إلا بعد مضي 6 أشهر من صيلوط الحكم الرد قطعيا. معنى الكلام هذا إيش؟ معناه إنه الدعوة إنه المرأة قد لا تستطيع إثبات الضرر بينها وبين زوجها، لأنه الخلافات الزوجية بتكون غالبا في حجرة مغلقة وصعب إنها تجيب إثباتات عليها، فبالتالي ممكن ترد دعواها لأول مرة. إذا ردت دعواها يمنع عليها أن ترفع دعوى جديدة إلا بعد مضي 6 أشهر، هذا في حال إنه ما فيش أسباب جديدة. ولكن لو تم رد الدعوى وحصل إنه زوجها اعتدى عليها بالضرب وأحدث بها إصابات، وبناء على الإصابات هذه ممكن تعمل تقرير طبي وتلجأ إلى القضاء وتطلب التفريق للضرر. عندنا تعميم رقم 8/2016 بخصوص رفع دعوى شقاق ونزاع من قبل الزوج للزوج كما للزوجة، طلب التفريق إذا ظهر نزاع وشقاق بينه وبين زوجته أو ادعى إضرارها به قولا أو فعلا.
بحيث لا يمكن مع هذا الإضرار استمرار الحياة الزوجية. زي ما في أزواج نكديين أو سيئين العشرة، في زوجات برضو سيئات العشرة، وبالتالي لا يلتزموا بما لهم من حقوق وعليهم التزامات، وبالتالي ممكن زوجها يتضرر منها. في هذه الحالة أجاز التعميم القضائي رقم 8/2016 للزوج أنه يرفع دعوى نزاع وشقاق. وبالتالي هذه المادة إذا أثبت الزوج وجود النزاع والشقاق بذل القاضي جهده في الإصلاح بين الزوجين، فإذا لم يمكن الإصلاح أجل القاضي دعواه مدة لا تقل على شهر أملا في المصالحة. فإذا أصر الزوج على دعواه بعد الأجل ولم يتم الإصلاح، حال القاضي الأمر إلى حكمين. طبعا الحكمين بيقعدوا مع الزوج والزوجة. لازم تكون الجلسات متساوية بين الطرفين، سواء ممكن يقعد معهم مع بعض الاثنين يكون، أو ممكن يقعد مع كل واحد جلسة حسب ما يرتأوه. بناء على ذلك يصدر الحكمان تقريرهم ويرفع إلى القاضي. القاضي إذا رآه موافق إلى القانون وموافق لمبادئ المحكمة الشرعية يصدر الحكم بالتفريق بين الزوجين. عندنا فيما يتعلق بالعيب الجنسي، طبعا هذه الدعاوى مش كتير بتنجح، ويعني مش كتير بيتم رفعها. والعيب هو نقص بدني أو عقلي في إحدى الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية. طبعا احنا النوع الفرقة بالعيب، تقع الفرقة بالعيب طلاق بائن. نص القانون على جواز التفريق بسبع عيوب الزواج، وهي الجب والعنة والخصاء، وهي العيوب الثلاثة المتفق على التفريق بها، والجنون والجذام والبرص ونحوها من كل عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل، سواء كان ذلك العيب الزوج قبل العقد أو لم تعلم به، أو حدث بعد العقد ولم ترضى به. نوع الفرقة بالعيب تقع بائن، ونص القانون على التفريق للعلل الجنسية فقط دون العلل المنفردة أو الضارة، أخذا برأي الحنفية وبيوسف مع إضافة عيب الجنون. لو الزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الأحوال التالية: إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها، بالتالي مينفعش يكون فيها عيب تروح تطالب زوجها بذلك، إنه طلب تفريق لأنه زوجها فيه عيب. بالتالي لازم أول حاجة تكون هي سليمة منه. يسقط حق المرأة في طلب التفريق بسبب العلل المانعة من الدخول إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده، إلا العنة. العنة هي عجز الرجل عن الوصول إلى النساء، أو ملهوش قدرة على النساء. على أن حكم التفريق بسبب العنة لا يسقط بالحال، وفي حال كانت العلة غير قابلة للزوال، إذا رجعت الزوجة القاضي ينظر، فإن كانت العلة غير قابلة للزوال يفرق القاضي بين الزوجين في الحال. ولكن العلة الخطيرة التي يرجى زوالها إن كانت قابلة للزوال يمهل القاضي الزوج سنة اعتبار من الواقعة أو من وقت برء الزوج، فإن لم تزل العلة فرق بينهما. طبعا أنا أوردت لكم فيما يتعلق بالعيوب في الفهرس أو في الحاشية أساس تعرفوا على كل عيب. العنة هي العجز عن الجماع بسبب صغر الذكر ونحوه، والخصاء هي استئصال أو قطع الخصيتين، والجب هو قطع الذكر، وبالتالي هذه أنواع العيوب. طبعا للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الأحوال اللي ذكرناها، هي بشروط إنها تكون فيها إن هي سليمة، وإنها لا تكون على علم بها ما عدا العنة. والعلة الخطيرة التي يرجى زوالها يجوز لها تطلب التفريق، ولكن القاضي يمهل زوجها سنة إذا أمكن براها شفاء منها لا يطلق. ولكن إذا أصرت الزوجة
ولم يشفى زوجها، في هذه الحالة يتم التطليق. الحالة الثالثة، العيوب التي لا تحول دون استمتاع بالمرأة ولا تمنع الدخول، وغير منفرة ولا تنقل العدوى، مثل العمى والعرج أو القرع أو الصلع، فلا توجب التفريق. حق الزوجة في الخيار للعيب، فوري أم غير فوري؟ أجابت المادة 90 بأن خيار الزوجة غير فوري، بالتالي في الأحوال التي لها بها الخيار فلها أن تؤخر الدعوة أو تتركها بعد إقامتها. تجديد العقد المراد به إنه بعد ما تم التفريق بينهم للعيب راحوا رجعوا كما المرة لبعض، في هذه الحالة تجديد العقد مع العلم بالعيب بعد الرضا به لا يجوز معه طلب الفسخ. زي ما قلنا، نوع الفرقة بالعيب تعتبر فرقة طلاق بائن. الفرقة عندنا الفرقة بالردة، يعني إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام انفسخ عقد الزواج ووقعت الفرقة بينهم في الحال بلا توقف على القضاء. هيك بنكون تكلمنا عن أحوال عن التفريق القضائي والفرق بينه وبين الطلاق، وتكلمنا عن حالات التفريق القضائي. قلنا له حالات، الحالات لعدم الإنفاق أو بسبب غياب الزوج أو للجنون الزوج أو طلب التفريق للحبس أو للشقاق النساء أو بسبب العيب الجنسي. هيك نكون تكلمنا عن التفريق. إلى اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله، هنتكلم عن حقوق الصغار، هي الحضانة، وهنتكلم عن المشاهدة. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.